I left the gang after the gang left me. All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في مقطعنا لليوم راح نتكلم عن ليش داتش يكره جون مورستين بشكل كبير جدا، وليش داتش ترك جون مورستين يموت. فتعالوا سويا نخش في المقطع. اولا زي ما تعرفون داتش فاندرليند مهووس بالسلطة والقوة، ويشوف انه جميع افراد العصابة ملك له، وانه يقدر يتحكم فيهم زي ما يبغى، ومن غير الحق على افراد العصابة انهم يطلبون حاجة او يشككون في افعال داتش والامور اللي راح يسويها. بكل بساطة داتش يبغاك 100% لويالتي ومخلص له بدون اسئلة وتشكيك في الامور اللي راح يسويها. جون مورستين وآرثر مورغان وخوسيا ماثيوز كانوا خلاف ذلك، يعني في بعض الأحيان يخالفون داتش الرأي ويقولون له أنه الفعل الفلاني ترى خطأ. طبعا داتش كان نوعا ما يقبل هذا الشيء من خوسيا ماثيوز، لكن أبدا ما يقبله من آرثر مورغان، وإطلاقا ما يقبله من جون مورستين. بالحرف الواحد داتش يكره جون مورستين من يوم ما تركهم جون سنة كاملة، وداتش كارهه تماما. طبعا من داخل المخيم في احد الحوارات القوية اللي تبين الكره الكبير الموجود بين داتش وجون مورستين. تعالوا نشوف سويا. مستر مورستين. آرثر. داتش. Oh, it's nice to see you happy. Happy. Playing at family. It's beautiful. Why are you being strange with me? Just remember, the gang comes first. We fight for each other. That's all I'm saying. I don't really know what you're talking about. No. No. I'm just being silly. Odd. You know me, and I know you. I know you. What's his problem? I have no idea. زي ما شفتوا في هذه اللقطة الكره واضح في داتش وفي عيون داتش، جدا جدا واضح. ومن هذه اللقطة العلاقة بين جون وداتش بدت في التدهور وأصبحت أسوأ من السابق. You're quiet. What are we still doing down here? Hello. I thought we was heading west. We live free. You know that. I don't need no noble savages speech again. And have you forgotten that we came down here to get your son back? I look after my own. Just seems like something's changed. You've changed. Don't forget who you are, John. طبعا زي ما شفتوا في هذه اللقطة بمجرد ما جون مورستين بدأ يقترح شيء على داتش ويخالف داتش في الرأي، على طول داتش عصب عليه وقال له انك تراك تغيرت ولم تعد مخلص لي. بينما جون مورستين كان فعلا مخلص للعصابة ولداتش من البداية، لكنه كان يتصرف بعقلانية وخطط مدروسة، لانه زي ما تعرفون هو رجل عائلة، عنده عائلة، عنده زوجة، عنده ابن صغير. الامر طبيعي جدا اللي يسويه جون لأنه يبغى المصلحة لعائلته، وأنه في الأول والأخير هدفه الأول سلامة عائلته قبل أي فرد من أفراد العصابة. طبعا الكراهية بين جون وداتش لازالت في أنها تكبر وتكبر وتكبر، وتحديدا بعد ما آرثر مورغان وسيدي آدلر طلعوا جون مورستين من السجن. جون رح يجي لداتش ورح يدور حوار ساخن بين الاثنين. تعالوا نسمع سويا. Why didn't you come get me? I told you.
time weren't right. They was gonna kill me. I thought you thought too much. You are precious to me, real precious. But next time, let me do the thinking. And I just do the hanging. You just do what I tell you, and we'll be fine. We ain't dead yet. Remember that. Clear off, Arthur. You're starting to annoy me almost as much as him. أتوقع من هذه اللقطة جون مورستن تأكد وعرف أنه في المكان الغلط وتحت قيادة الشخص الخطأ. طبعا بعد ما فشلت جميع خطط دوتش من أولها إلى آخرها، دوتش بدأ يرمي أغلاطه وفشله على جون مورستن، بل أنه ما اكتفى فقط بجون مورستن، أيضا لام آرثر مورغان. تعالوا نشوف سويا. I just don't know why we're doing any of this. Why? Why? Because I say so. I am done explaining myself to you. You don't want to be the general. You don't have the grit. Grit? That what you call this? How did the Pinkertons know about the bank job in Saint Denis, John? You want to tell me that? If you really think that, you are gone in the head. And here's the other one. I raised you as sons. Goddamn snakes! He's come fully undone. He thinks I'm the rat? After all these years. Hey. I reckon that's just Micah getting in his head. زي ما شفتوا، اتهم جون مورستن بأنه خاين للعصابة وأنه الفار والحنش اللي أشى بالعصابة وخلى البينكرتنز يعرفون جميع مخططات دوتش. طبعا دوتش، ليش انت قلت هذا الكلام؟ قال انت امسكت من البينكرتنز ودخلوك السجن، فأكيد أكيد فضحتنا وكبيت العشاء كامل، وهذا شيء غير صحيح تماما زي ما تعرفون. طبعا دوتش انهى الحوار بقوله: اعتنيت بكم وربيتكم كأنكم ابنائي، والان انتم خنتوني. God damn snakes، بمعنى يا خونة او يا خائنين. دوتش وصل لمرحلة متقدمة من جنون العظمة والسيطرة والكبرياء. طيب، من اللقطة التالية دوتش فيندرليند قرر انه يتخلص من جون مورستن لهذا السبب. تعالوا نشوف سويا. روب انكل سام and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go. Because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will. See to it, huh? Now, we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists upon it. Insists. طبعا في هذه اللحظة دوتش حس انه آرثر مورغان يأمره بفعل شيء، خصوصا انه آرثر في الفترة الأخيرة اصبح يشكك في قرارات دوتش، والآن اصبح يعني يعطيني الأوامر ويملي الأوامر على دوتش. طبعا دوتش اخذ الموضوع كتحدي، مين الأقوى كسلطة، آرثر ولا هو؟ طبعا هذا في عقل دوتش، بينما آرثر مورغان كان فقط همه سلامة هذه
هذه العائلة المسكينة اللي ما لها ذنب إطلاقا. طبعا زي ما تعرفون جون مورستين في مهمة سرقة القطار يصاب بطلقة نارية ويسقط من القطار. طبعا في هذه اللحظات دوتش أخبر آرثر إنه راح يساعد جون مورستين بنفسه. آرثر صدق هذا الشيء. طبعا الآن على كل أفراد العصابة إنهم يهربون من البينكرتينز ويجتمعون في نقطة معينة. طبعا لما اجتمعوا دوتش قال التالي: Where's John? I tried. I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go before another patrol turns up. زي ما شفتوا داتش قال لم أستطع مساعدته وتم قتله من قبل البينكرتينز والجيش. طبعا نوعا ما آرثر مورغان صدق الموضوع لحد ما حدث التالي: داتش! جون! You left me! You left me to die! My boy! I didn't have a choice. John, I didn't... You! I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming fast! Ah! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. He's lying! طيب بسأل ليش دوتش كذب وقال انه جون مورستين مات؟ بكل بساطة دوتش فعل هذا الشيء اثبات بانه هو لازال المسؤول وهو لازال الاقوى في هذه العصابة وانه لا احد يملي عليه الاوامر. كأنه يرد على آرثر مورغان ويقول له ترى مو انت اللي تملي علي الاوامر. ومن هنا انتهت علاقة جون مورستين بالعصابة وعلاقة جون مورستين بدوتش تماما، خصوصا بعد ما تركوه العصابة يموت. وهذه أحد مقولات جون مورستين القوية والمشهورة: أنا تركت العصابة بعد ما العصابة تركتني أموت. هاشتاج أسطورة. ولاحقا عام 1911 جون مورستين راح يقتل ويتخلص من بقية أفراد العصابة اللي تركوه يموت: خافيير سكويلا وبيل ويليامسون ودوتش. ولهذا السبب دوتش فاندرليند يكره جون مورستين، وأيضا لهذا السبب تركوه يموت. طيب يا لهبيين، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. هل تشوفون فعلا دوتش يكره جون مورستين أو إنه يحبه، لكن يعني الأمور والمصايب اللي جات على راس دوتش خلته يصير زي كذا؟ شاركوني آراءكم. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم بوكس يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.